السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي كالعادة، وين المشرف تاعكم هذا وين دائما يتهرب من الأسئلة، يعني يتهرب. سألنا الصحافي وقال له كوتش لدي سؤال، ما رأيك في أداء محرز وحادثة بالرحمة؟ يعني هي في الخلاصة يعني جايب لكم بيقولكم ما قدم، ما عطى توضيحات من، ما عطى توضيحات من، ماشي يكون على بالكم جماعة، ما مد لا منا لا من هي دخلها في الحيط وصايك، هذه باش يكون على بالكم. وين شاهدنا يوزر سيف يعني مقاطع، يعني وين قاطعة، قال له من فضلك لا لا لا، دع يعني دع دع التطرق لذلك، هذا موضوع لا ينفع. المنتخب الوطني استغرقت يعني يومين وأنتم تتحدثون في بلاطوهات عن سليماني وبالرحمة بخصوص ضربة جزاء. يعني لنعود لسؤالك، لقد نسيته، الصحافي ما رأيك بأداء رياض محرز؟ هذا المشرف، هذا يوزارسي بتاعكم يرد عليه، لماذا محرز تحديدا؟ هنا هرب، قالوا لماذا محرز تحديدا؟ هناك 11 لاعب، لماذا رياض محرز تحديد؟ هل لديك مشكل مع رياض؟ من حقك يعني طرح السؤال الذي تريد، ولكن لماذا ليس لاعب آخر؟ لماذا رياض بالتحديد؟ وفي الأخير باش نجيب لكم خلاصة، خلاصة الخلاصة تاع ذا، يعني شاهدنا في الأخير لم يجيب لا على سؤال لا يفيد المنتخب ولا على سؤال الذي يفيد المنتخب. هذه باش يكون على بالكم، يعني بيسموا الباقة في يعني كما نقولوا احنا الموند كامل، يعني في موقع العالم يتم طرح أسئلة محددة عن أداء اللعاب فلان دون علان، سواء عندما يكون أول استدعاء عودة بعد الإصابة أو غياب أداء باهت وغيرها من الأسباب، ويتم الإجابة عليها عادي من عند المدربين. وفي يعني وعبر العالم يتم طرح أسئلة عن كواليس الفريق وما يحدث فيها، حتى حياة اللاعبين الخاصة، لأن كل ذلك يؤثر بالسلب والإيجاب على اللعاب والفريق ككل، ويتم الإجابة عليها عادي. إلا في وزارة الري والصيد البحري، إلا في وزارة يعني في وزارة ولا عند وزير، يعني نقولوا باللي عند وزير شوف كيفاش ما يجاوب لك لا على هذيك لا على هذيك، ويخرج ويروح ويضحك الصحافة. هي مليحة من يضحك الصحافة، هذه هي يعني مكان لا كما يقولوا في الأخير لا يجيب لا على السؤال لا يفيد المنتخب ولا على السؤال الذي يفيد المنتخب. هذه أخويا يعني وتسيب يعني هذا وزارة الري والصيد البحري، وعندما لا يحقق نتيجة إيجابية يبدأ الوزير في حركات تاع جاكي شان لتحويل الاهتمام والخروج من الموضوع، موضوع أنه أصبح مفلس تكتيكيا ولا يرضى بالاعتراف بالحقيقة، لا بل حتى لا يقبل المشاورة، ويجب تدارك الوضع قبل تضييع فرصة كما ضيعناها بعد كان 2019 إلى غاية ليلة إيكامبي. التعادل وبالأداء الباهت هذا جاء في وقته، على وعسى تستفيد منه قبل دخول البطولة، بطولة الكار التي لا تعترف بالأسماء، فالمنتخب المصري على سبيل المثل بنفس الأسماء تقريبا، وبنيني متقاعد منذ 3 سنوات، وصلوا للنهائي 2022 على حساب أسماء يعني كوت ديفوار والكاميرون في ضيفتها. تعادل مخيب، ولكن الأفضل من فوز، يعني أفضل من فوز، هذه وفزنا على مصر 97 وبعدها خرجنا من الدور الأول، يعني اللي كان بوركينا فاسو تاع 98 وفازت بها مصر، يعني مصر هي اللي فازت باللقب.
هذه هي خويا. كيما غادي ربحنا كيسموها يا ربي ربحنا غادة، ما يتعقلوا عليها بربحنا غادة، هيا بعد خرجنا وعقلي عليها يا ودي. يا ودي والله لا لا يجيب الحظ والسلامة. تبهديله وصعيب يعني، وين قارعوا التبهديله وقارعوا يعني وين ما تكون تكون كاينه تبهديله. هذه هي هذي وفي غادي يحصلوا هذ الخطره عاد كاع فاش غادي تحصلوا هذوك كي يسموهم هذوك الهوايشة هاي شر هذوك هذوك كي يسموهم غادي كيما يقول لك غادي يدير كي يسموها يا ربي غادي يخرجوا يهضروا يخرجوا يهضروا ناس يعني خرجوا شادلة هذاك شينوية وهذيك المخلاتة خرجوا كاع بالماضي ما كان لا تعطيك لا والو مساكين فقتو صايك نصتو اهل الكهف انتوما هما اهل الكهف هذه هي حصلوا في قويري واحد محصل في قويري واحد محصل في بالرحمة واحد يا ولي رو تربح غاديكا رو تربحوها هذه يا خويا عندما يكون هذا المشرف هذا يرى بأنه هو الأكبر من المنتخب والاتحادية وربما الأكبر من جميع هكذا هي النتيجة سليمة بهديلة منذ أكثر من 5 سنوات ولا رئيس اتحادية دخل ووضع النقاط على حروف بعد كل سلوك خارج يعني يصدر من يعني من الخط الأحمر حتى يعني وين سألنا وين الخط الأحمر هذا حتى لا أقول بأنه لا أحد تجرأ وحسبه أو طلب منه تقديم مبررات تخص الأمور الفنية والتنظيمية أو حتى حالة الإفلاس الفني والأخلاقي والتي وصل إليها بالعكس يعني بالمرور بالزد يعني يزيد قوة وتعجرف وخروج عن النص كونه وجد من يدافع عن أي شخص إما عن جهل أو بالعاطفة أو عن مصلحة أو حتى سكارة فقط. بالأمس القريب كان يهاجم صحفيين أو كل يعني من يتحدث عنه، اليوم وصل الأمر للتطاول على اللعاب على مرأى الملايين من البشر. ماذا سيحدث مستقبلا يا ترى؟ أنت تنهي عن المنكر وتأتي يعني أسوأ منه، هذه هي الخلاصة. هل تتدخل باب بقيادة رئيسها لوضع حد لهذا الوضع أم سيستمر الحال على حاله؟ هل ستصدر أصل باب بيان للدفاع عن اللعاب؟ شنو غادي دير خويا؟ والله لا يغيظوا هذا الجيل يغيظ يعني هذه حقيقة يعني نمتلك لاعبين من أعلى مستوى والله العظيم لاعبين من أعلى مستوى ماشي زعما والله العظيم ملكوا لاعبين من أعلى مستوى ماشي زعما لكن حتى الأفضل من يعني أفضل من كأس إفريقيا الماضية لدينا تنوع أكبر لا من حيث القيمة أو الشكل يمكن أن نلعب بعدة أساليب وأفكار في المباراة واحدة كما يمكن إجراء عديد التغييرات في اللعب مع أي طارئ قد يحدث لكن مدرب يعني ما عندناش كاش هام كاش الله غالب المهم بالرحمة مسكين
يعني ينضم الى قائمه قصبة تاع كي دايره قصبه ولا ايه كاش كاع هذيك شي طالع كاش كاع كون قصبت لاخر كون جبت فيكتوريا لعب اقولها لك هذيا تصرف كاع بكاش هذا بحبيط الراجل قال له تصرف لا يليق بهذا المشرف ولا بالمنتخب الجزائري مهما كان السبب كاش كاع بكاش كي جاي خطره بلايلي يتحكك له وبالرحمه طايح عليه هو فيك عنده شخصيه كاش كاع مدرب والله بكال والله العظيم مادامو قاعد مادامو يزيد يتبهدل كو راح راه الكاميرون راح قالك عندي عقد مع علاوي مع الشعب اللي تربحها مع علاوي تاعك مع الشعب تاعي قالو بغيتو يلعبو ب 11 خسارة يلوي روحه كوب دافريكتي فالتأهل مع كأس العالم حلم 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 أنا أقول لكم علامة تأمين علامة تأمين معكم في ما حصلتوا اليوم كاش ما حصل في تا واحد ما حصل في تا واحد حصل في هذه كيماكا برك هذا مكان حصل في حاجة واحدة برك هذه اللي حصلتوا بها هذه هي لا تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله